سيلانسيو. هاي صبايا، انا ساره. اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو محضرت لكم تمرين طابه البيلاتس. طبعا الصبايا يلي ما عندهم كره بيلاتس فيهم يستخدموا مخده جدا جدا، يعني بتعطيكم مفعول حلو. مخده الراس، اوكي، اللي بتناموا عليها. سو عزيزاتي ما تنسوا تشوفوا موقعي للبرامج المجانيه www.sarapopfit.com. سو اذا كنتوا جاهزين خلينا نبلش فورا. همن همن همن. اوكي، اول شيء بناخذ الطابه بهي الطريقه، بنمد رجلينا، بنحمي العمود الفقري، نرفع راسنا وبنطلع. هلا انتي هون اتني ركبك بهي الطريقه، حطي الطابه على ركبك او المخده ما في مشكله، وحاولي تعملي لها عصرات صغيره. خليكي ضاغطه على المخده او الطابه بهي الطريقه، برمي ظهرك مرة تانية وانتي ضاغطة على الطابة، وانزلي وارفعي ركبك. يس، نفس نفس نفس. بنعمل سكويز للطابة وبنمسكها. ريحي. هلا جيب الطابة هيك. هلا بدي اياكي يا عزيزتي سندتي طرفك على الطابة بهي الطريقة ورفعنا. شدي 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 بطنك، شدي. Son dakikaya kadar. Son dakikaya kadar. İnsan o kadar yani bilmiyorum. Ona hak da veriyorum, vermiyorum aynı zamanda. Evet.
يس. هلا عزيزتي الحركة هي بدي اياكي تنتبهي، طبعا انت وعلى الطابة بهي الطريقة. إذا حبيتي تصعبيها أكثر بترجعي الطابة لورا، يعني بتمشي بهي الطريقة، أوكي؟ وبتاخدي الطابة لعندك وبترجعيها. عمهلك لا تستعجلي أبدا، وبالأخص لما عم تفتحي شوي شوي. ثبتي ثبتي، إذا فيكي إذا فيكي ترفعي رجل وبتريحي. ثبتي ارفعي الثانية وريحي قد ما فيكي وريحي آخر مرة وريحي. يس 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 يس. ايدينا هون، نرفع بالطابة ومننزل. ثبتي عندك، مدي رجل ورجعي، مدي الثانية ورجعي، مدي الثالثة. هلا بدي اياكي يا عزيزتي تثبتي الاثنين 10 9 8 7 6 5 4 3 2 وريحي نفس عميق من انفك وعطي من تمك، كمان نفس عميق من انفك وعطي من تمك. اوكي هلا بنحط رجلينا هيك فوق الطابة، بنلمس الطابة ومنرجع. ثبتي هون ايديكي بهي الطريقة 10 9 8 7 اسرع. ريحي على البطيء 10 9 8 7 6 5 4. خليكي فوق 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 اسرع. ريحي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. يس برافو عليكي، برافو علي وعليكي. alright هلا بدي اياكي عزيزتي الكعب هيك بهي الطريقه، ايديكي على ركبك وطلعتي مسكتي ركبك هيك ورجعتي بس هيك.
سبتي 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 وريحي. اوكي سو عزيزاتي، هذا كان كل شيء لليوم. اذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك والاشتراك بالقناه اذا كنتي مشاهده جديده. بحبكم كثير، بشوفكم بعدين. باي. لا يا قلب.